من احلى السلطات اللي ممكن تاكلوها، والسر فيها انكم تستخدموا زيتون حلو. يلا بينا، زيتون اخضر منزوع البذر، ويا ريت تجيبوا ايه اللي بيبقى محشي جزر، ده كمان بيبقى حلو قوي. عودين من البصل الاخضر مقطعينهم شرايح، واتنين طماطم مقطعينهم مكعبات صغيره، كوبايه بقدونس مفروم، ربع كوبايه دبس رمان، ربع كوبايه عصير ليمون، زيت زيتون، معلقه صغيره بابريكا، وملح. هنعمل ايه؟ هنعمل ولا حاجه، هنخلط الزيتون، ولو نزلت معاكم شويه من ميه الزيتون حلو، ده تمام يعني هيخليها احلى. خضره، طماطم، بصل اخضر، عصير ليمون، بابريكا، دبس رمان، مقادير تقديريه كده مش بالملي يعني يا جماعه. انت تقيل قوي كده ليه؟ ده اللي انا عاملاه صح؟ صح يا نور؟ اه حسيت، لان الجاهز عمر ما بيبقى فيه المطه الحلوه دي. قول اه ولا بتقول يعني ده اللي انا عاملاه ولا لا؟ ولا بتقولوا اي كلام؟ ماشي برافو، ايوه كان محطوط في برطمان كبس، برافو عليكي. شوفوا بقى ده ردا على كل الناس، اصل كنت طالعه كده محاضره في مؤتمر بتكلم عن الهدر، فايه واحده كتبت لي قالت لي يا سلام ده انتوا اكتر ناس بتهدروا، اموت واعرف هي جابت المعلومه دي منين. يعني بصوا حلقه دبس الرمان دي احنا عاملينها من امتى؟ محتفظين بدبس الرمان شايلينه في المطبخ، وجات حلقه تانية هو بنستخدمه، احنا ما عندناش اي هدر. اتحدى يعني الاكل اللي بنعمله كله بيتاكل، كله ما بيلحقش اصلا يطلع من البلاتو. اي حاجات بنعملها بالذات في سنه اولى طبخ يعني احنا بنركز على النقطه دي جدا، نعمل صلصه ونستخدمها، نعمل خضار محفوظ نستخدمه، ما بنسيبش اي حاجه، بنستخدم كله في وصفات تانية. واقول لنور نشيل ده في الثلاجه عشان نبقى نعمل بيه وصفات، لان كمان مش بس من باب عدم الهدر، بحس ان ده مفيد ليكوا، لان انا لما اعلمك تخزن مثلا حاجه معينه واجي اقول لك تستخدمها في ايه او اقول لك تستخدميها في ايه، انا كده يعني فتك للاخر خالص، افدتك فايده كبيره، يعني عرفتك كل الموضوع من اوله لاخره. فانا بحس ان دي حاجه مفيده جدا ان احنا نعملها، وعشان كده بهتم جدا اني اعملها. الله انت كده جاهزه، مش عايزه اي حاجه غير اني اقدمك. يلا بينا. هاخد من السلطة أحطه في بولات التقديم، أي بولات تقديم بقى تحبوها، بولة سلطة براحتكم. سلطة عالمية السلطة دي، ممكن على فكرة تحطوا معاها جزر مبشور. ممكن تغيروا الخضرة على ذوقكم، مفيش فيها قواعد خالص. وبحبها جدا، وبترجع لي كده ايه ذكريات لمطاعم معينة كنت باكل فيها وانا صغيرة. محتاجين بولة كمان. يلا بينا. في هنا ايه بورد مدورة هيكون شكلها انسب اكيد من الطويلة.